كرة ثابتة، ركنية جديدة لمصلحة القيثارة الخضراء. هو خضر علي يدخل منطقة الجزاء رفقة سعد ناطق، وسعد عبد الأمير كرة اللعب داخل منطقة الجزاء، سعد وهدف، هدف 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 هدف، انتهت الأمور. هكذا يقول سعد ناطق، هو منقذ فريق الشرطة في عديد المباريات، رأس ذهبية للمدافع الهداف، جول للشرطة إذن في الدقيقة 37 من عمر المباراة. يأتي الحل، الكرات الثابتة مفتاح الوصول إلى الشباك يا أحمد. تلقت شباكك الهدف الأول من رأسية سعد ناطق، وكان هذا متوقع من لاعب يجيد الألعاب الهوائية قوي جدا. فلت من المدافعين وطار وأرسل الكرة، وحارس المرمى ربما يسأل على كرة مرت من منتصف المرمى إلى داخل الشباك. إذا تهتز الشباك أخيرا في هذه المباراة الدقيقة 37.